ربي جل شأنه يخبرنا في هذه الآية المحكمة أنه قد هيأ وسهل ويسر في هذا القرآن من الأدوات والأساليب واللغة وأصوات ومخارج الحروف ما يهيئ ويجعل هذا القرآن ميسرا للتذاكر والتدارس، بينما كلمة سهل أو سهولة لم تأتي في كتاب الله سبحانه. لنا أن نتساءل، لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب بهذا التيسير؟ الإجابة تتمثل في ذات الإجابة التي نقولها حين نقول لماذا خص الله القرآن بالحفظ، هذا الرسالة الخاتمة، هذا الوحي الذي ليس بعده وحي وليس بعده تواصل عن طريق الأنبياء، ختمت به الرسالات. واحدة من أكبر الإشكاليات التي ينبغي التوقف عنها إشاعة فكرة أن القرآن صعب وأن القرآن لا يفهم دون وسيط وأن معاني القرآن تستعصي أنت إن أردت التبحر في معاني القرآن بمداخل مختلفة. هنا نعم ممكن أنك تحتاج إلى وسائل وأدوات لأجل أن تترقى حتى تفهم، لأن هذا القرآن ما جاء يخاطب فئة واحدة من البشر، البشر مستويات مختلفة.